بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي. موضوع الدرس الوحدة السادسة صحتي وغذائي. درس فيه شفاء. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم أحبائي هذا اليوم النحل يصنع العسل. كذلك العسل فيه شفاء للناس، وسنتعلم كيف نحصل على العسل، وكذلك معنى كلمة شفاء. ولابد أن نقدم الشكر للأم ولكل من يقدم لنا خدمة جميلة. لاحظ هذه الصور أحبائي، صور ماذا؟ عسل، أحسنتم، صور العسل. لاحظ كلمة العسل هنا، جزأ الكلمة ونقوم بالتهجئة. ال هنا ال القمرية، تنطق يوجد عليها سكون بعد حرف العين من حروف اللام القمرية. ال ع عين فتحة ع، ثم سين فتحة س، ثم الحرف الأخير لام ضمة لو. إذن كلمة العسل. لاحظ الصور التالية، ترمز إلى ماذا هذه الصور؟ إلى نوع من الحشرات الجميلة وهو النحلة. نعم النحلة، أحسنتم. ماذا نأخذ من النحلة؟ العسل، رائع. إذن النحلة تصنع لنا العسل. نأخذ كلمة نحلة، نحلة، نجزي هذه الكلمة، نون فتحة ناء، حرف الحاء شارة حمراء سكون توقف، اح لام فتحة لا، ثم تاء مربوطة منقوطة تنوين بالضم تن، نحلة تن، نحلة، رائع. نريد أحبائي أن نتعرف على فوائد العسل. ما هي فوائد العسل؟ ذكر الله تعالى بالقرآن الكريم نعم أن فيه شفاء للناس، رائع. كذلك يعطينا النشاط والقوة. إذن العسل فيه شفاء من الأمراض ومن الداء، وكذلك يعطينا النشاط والقوة في أجسامنا. فيه شفاء، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن ذكر العسل أنه شفاء في القرآن الكريم. نلاحظ هنا أحبائي الصور، من الذي يصنع العسل؟ النحل، رائع. النحل يصنع العسل. كيف يصنع النحل العسل؟ من الأزهار ومن الزهور، أحسنتم، من قال من الزهور؟ رائع. إذن النحلة حشرة تتنقل بين الزهور وتأخذ الرحيق وتصنع منه العسل. كذلك أحبائي كن حذرا، النحل يدافع عن بيتي، علينا أن نكون حذرين عندما نقترب من بيت النحل. إذن درسنا هذا اليوم فيه شفاء. عاد صالح إلى المنزل حزينا، سألته أمه: ما بك يا بني؟ قال صالح: إن زميلي محمدا يرقد في المستشفى لأنه أكل طعاما ملوثا. قالت الأم:
لا تحزن يا بني، فعندما تعوده خذ إليه بعض العسل ففيه الشفاء بإذن الله. فالله تعالى يقول عن العسل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في شفاء للناس. قال صالح: شكرا يا أمي، سأفعل إن شاء الله. إذن لابد أن نقدم الشكر للأم لأنها تدلنا دائما على الخير وعلى فعل الخير. إذن أحبائي نقرأ هذه الجمل. من يقرأ الجملة الأولى؟ شين ضمة، شو، كاف سكون، إك إشارة حمراء، راء تنوين بالفتح، رن ويوضع الألف كذلك لأن التنوين بالفتح. شكرا. من يقرأ الكلمة الثانية؟ يا فتحة وألف مد، صوت طويل للياء، يا، بعدها ألف ضمة، أو، ميم شدة وكسرة، أمي، ثم ياء مد صوت طويل للميم، أمي. إذن نقرأ الجملة: شكرا يا أمي. رائع. الجملة الثانية: ميم فتحة، ماء، ألف مد صوت طويل، ماء، باء كسرة، بي، كاف فتحة، ك، ما بك، ياء مد صوت طويل، ياء باء ضمة، بو، نون فتحة، ناء، ياء شدة وفتحة، أي، بني. إذا نقرأ الجملة: ما بك يا بني. الجملة الثالثة: لام فتحة، لا صوت طويل مد بالألف، لا، تاء فتحة، تاء، حاء سكون، أح، زاي فتحة، زاء، نون سكون، إن، تحزن، لا تحزن، ياء فتحة مد صوت طويل، ياء، باء ضمة، بو، نون فتحة، ناء، ياء شدة وفتحة، إي، يا بني. إذا تكون الجملة: لا تحزن يا بني. الجملة الأخيرة هنا في هذه الصورة: فا فتحة، فا، فا كسرة، في، ياء مد صوت طويل للفاء، في، هاء كسرة، هاء مربوطة، هي، ففي، هي، ثم ألف ولام، ال، شين من حروف اللام الشمسية، إذن لا تنطق اللام، نقول ألف ثم شين، أش، هنا الشين شدة وكسرة، إش، قلنا الشدة نهدئ كالمطبات، إش ثم كسرة، شي، أشي، فا فتحة ومد بالألف، إذن صوت طويل، فا، أشي، فا، همزة على السطر لوحدها بالضمة، أو، الشفاء، أو، ففيه الشفاء، أو، با كسرة، بي، ألف همزة كسرة، إي، حرف الذال سكون، إذ، نون كسرة، ني، بإذ، ني، هنا لفظ الجلالة الله. إذا نقرأ الجملة كاملة: ففيه الشفاء بإذن الله. هنا أحبائي نوصل، لدينا كلمة شفاء، نريد أن نوصل بالكلمة الصحيحة. ما معنى كلمة شفاء؟ هل معناها دواء أم زوال للمرض
أم علاج؟ زوال المرض، أحسنتم، زوال المرض، إذن شفاء زوال المرض. نجيب على هذه الأسئلة أحبائي. ما حالة صالح عندما عاد إلى المنزل؟ أتذكر حالة صالح، هل كان فرحا أم حزينا؟ حزينا، أحسنتم. ماذا طلبت الأم من صالح أن يأخذ معه؟ من يتذكر؟ قالت له خذ إليه بعض العسل. نعم، أحسنتم، طلبت منه أن يأخذ بعض العسل إلى محمد. لماذا طلبت ذلك؟ لماذا طلبت الأم أن يأخذ عسل إلى محمد؟ لأن فيه شفاء للناس، أن الله تعالى قال في القرآن الكريم فيه شفاء للناس. هنا أحبائي نلون هذه الصورة، صورة ماذا؟ صورة أي حشرة؟ أن يتذكر النحلة، أحسنتم، النحلة التي تصنع لنا العسل. نبدأ بتلوين أحبائي. ممتاز، رائع، تلوين جميل. إذن تعلمنا أحبائي هذا اليوم النحل يصنع العسل، كذلك العسل فيه شفاء للناس، وتعلمنا كيف نحصل على العسل، وكذلك أن نقدم الشكر للأم ولكل من يقدم لنا نصيحة جميلة أو خدمة جميلة أو أي شيء جميل.